تاني جاتكم نيلة اللي هي يعني ايه؟ يعني عم خالد هيصور ايه؟ لأصحابه وأحبابه في مصر وفي كل الدول العربية. خلاص؟ باي باي يا عمو خالد. دي أشكال دي بس برضو باي باي يا عمو خالد. اللي شاهد هالبلاد ها شوف بالله عليك وين بس يقول منها شوف ها ها شوف بالله عليك ها ها هاي بلاد ليها رضوان من الله حد يودرها شوف ها شوف الدنيا تحت ها غبيب غبيب شوف وينك وين البحر شوف الجبال شوف الجميم هناك الثلوج شوف هاك الثلج ها ما تشوفه ها بيوت يراننا ها هذا قوم سليم الحص وقطعانه وما ادري منو وما ادري منو والدنيا كلها مطرجه حد يودر هالبقعه بالله عليك حد يودر هالبلاد يوم بتخطف عبد الحد ما يقول لك قرب ميل قلنا نزيش عليه ما شي خلاف يا سلام ها ها هاي ابويا برمانه شوف الزين شوف الزين شوف الزين شوف الزين ها هاي يسمونها الغطيطه غايته هي مطر صبيب كم جود مورنينج صباح الخير اليوم الجمعة 20/2 كان هي 20/2 هي شوفوا هذه بيروت لبنان ها شوف الدنيا الثلوج شوف ها 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 شوف هاي يقولون سنو هذا هو السنو اللي عليه رضوان من الله يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام ها ها هذا البحر نفس المنظر لكن كان تو هيايتنا البيضة شوف هاك سيارة ها طعي دنيا ثلج ريج ثلج ثلج ها أصبحت الدنيا ملتاصة ملتاصة ثلوج ريج ها أحينها هذو هاي طيح يتناثر يغير قطن 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 ما شاء الله ما شاء الله تبارك الرحمن ما شاء الله صبحكم الله بالخير بعد مطقم نفس هذا صباح الخير كيف حالكم اليوم يوم الهي ترى والعرب اللي تحيدون هم ابويه في دبي تراهم حضلوا كملوا 7 ايام البارحة ضووا ضيه ضيه ضووا في الليل انزين والحين العرب ابوي تراهم ياسين على يميني وانا توني داخل جاي من فوق جيت ويلست وتفيزر يا صار مسوياكم سولفت وياكم هو ما بمسوي اللي سالفه لا قال صباح الخير ولا حبني ولا شياته زين وحتى حب ما حبني حب ما حبني ليش ما حبني كبر راسك الحين لما صرت دبي انت كبر راسك استويت ابوي شيخ كان بني عود اي عند الاهليه ساير شو يعني هالحركات الحين ها شو هالحركات هاي ناقص شو مشكلك الحين انت؟ شو ليش ما سويت لي تليفون؟ قريب انزين قريب وليش الحين يوم جيت ما حبيتني ما قلت لي صباح الخير اخوي؟ انت بخير؟ عكو انزين ادري انك عكو شو كلت هناك شو شرب؟ شو جسم هذا مو شراتنا؟ ايه يا سلام يا سلام وين صرت؟ وين جيت في دبي؟ بس انبسطت في دبي؟ تصور وياك؟
لا حومه كل حريم كل حريم تصور كله ويا حريم انت اديبك ما تكذب الحين ما بقالي لك لا تصور وايد ويا الحريم بيخطبنك بيخطبنك ايه لا لا خلي ولا عريف قالوا ابوي الشرطه قالوا صلاح عرفت يمي المهنة بيتنا ممزور ها شو هذا حق منو صبر 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 انت حين where you work مجلس اماراتي شو مجلس اماراتي مجلس اماراتي شو مجلس اماراتي عربيك رستورن هي تقدر راح بيش انت they send you to take arabic masala yeah this is the name of the شو مجلس اماراتي هذا this is the restaurant yeah arabic restaurant where near راس الخيمه راس الخيمه يو سيد راح بيج yeah ما في ديسكاونت يا ويلك سو ديسكاونت يلا هي هي سي هالو فور يور ارباب عليكم السلام حطوا جاي بنشوف ريوب ايوه هذه على الله يحفظكم اليوم فاصوليا اللي هي حد يسميها لوبيا لوبيا اظني اللوبيا اللي هي الخضراء هاي اللوبيا واللوبيا هاي اللي فيها نقطه سوداء تحيدونها هاي اللوبيا هذه لا هاي فاصوليا بيضاء نحن هاللي بالقويطيات الصلصه اللي تحيدون اللي في كانت منها في سيدني الفاصوليا مع البيض يوم احطها هالنمونه كان نحن طريقتنا في البيت يسووا لها حمسه حمسوا لها بصل وما ادري شو وما ادري شو خراوشين وجدوا يطرون قوطي فاصوليا يعقون عليه ويحمسون هالنمونه يقدي ألذ وانطع ووايد طعمه يقدي فنان وهذا بيض هالنمونه بس باقي شيء تذكرت عن علي ريوق سدني وهذا التوست بيكون عاده لقمه وقرمه لقمة وقرمة وهاي البريد زين وهذا على الله يحفظكم جبن شو اسمه البلاد من جورجيا هذا جبن ميوب من جورجيا يابين العيال أمس سارة وكم من يوم سارة وجورجيا ويابوا من هالجبن وهذا الجبن يابوكم شيء لا صار ولا استوى طعم لذيذ وريح تنخنين ويعني طعمه يعني يجيب طولة العمر يجيب السعادة وشي فنان لا صار ولا استوى لك المشكلة ما يابوا إلا وحدة بريمة وحدة ها كبر الكهف هذا شو هو كل دسم فل دسم غير طعمه غريب فأنصح باللي بيصيرون جورجيا اللي بيصيرون جورجيا يبون حق عمارهم من هالجبن ما أدري ما أعرف شو اسمه علي هذا ها علي هالعير ما أدري هالثور هذا اسمه شيء فنان واللي بيجيب لي عاده وياه ما يابوا الا حب لعيالهم سالمين يوم يابوا ما يابوا الا حبه وحده ما يدروا بانها النمون غاوي ولا كان بيجيبون زياده يا غير ما يابوا الا حبه وحده زين واللي بيصير ابو يحيد عمره في تبليس اللي هي جورجيا من هناك البلاد يجيب لي وياه من هذا ها ما ولو حتى بيزات نفاد لح واللي لا قوه يلا مولا اقولكم ترى نسبة رفع الكاميرا نسبة الزبد داخل ويا الجبن اظن 90% هو اعتقد ان جبن مع زبد معيون مسوينا هنمون على عويدة اشارات صلوب البلاليط وطعمه وايد فنان وهذا الله يسلمكم اظني مال ياموس اتوقع انه مال جاموس وطعمه وايد لذيذ لكن ما بمال دايت ولا بمال هالبرجيم وايد دسم زياده عليهم لكن طعمه يعني شيء لا صار ولا استوى وبس وهالنمون طريقتها طريقه عاده الخالدي على ما تشوفون لقمه قرمه اقولكم السح بانواعه موجود يا غير شو تتوقعون انا هذا خلاص من اخير ما يكون وهذا تين وهذا شو هذا خنيزي يا غير انا غرامي الخنيزي سبحانك يا رب
الخنيز عاد ما بفراده، لا مضموم مكنوز. فيعيبني الكنيز، لكن الكنيز المضامد ما بياي. ها شو يومي بناخذها الحب بحبته، الحب شوي حبته صغيره. انا ودي بالخنيزي، احب الخنيزي اللي حبته عوده، يا غير هذا شوي حبته اصغر. وطعمه اللي ما يرب الخنيزي لا يقول ان بياكل سح دبه حياته، ترى اخير ما يكون في الدنيا طعم الخنيزي. معلوم انه ارخص شيء، لكن كطعم وكجوده اخير ما يكون شيء فنان، لا صار ولا استوى. انصحكم به الخنيزي، الخنيزي ولا عن مخاطي. باركم الله، باركم الله، ياركم الله. صبر شو بلاك الحين انت؟ تعال زيال. انا الحمد لله بخير، انت ايش حالك؟ فلشنا عليك، باقي يومين يستوي يوم الجمعه وتي. ها شو يعني الحين؟ تعال من قمة. يعني تبى تصير انت؟ تعالي. انت تبي ولا ما تبي؟ تبي. تريد تصير لو ما تريد؟ تصير. خلاص ما شيء مشكله. انت ابوي ارباب، دريولك عندك وبشكارك عندك، توكل على دبي بلاها. دبي ابوي الناس كلها تعناه من شرق ومن غرب، كل هالعرب الكبار ينت، وين انت ما بتين؟ انت مبوذك وربيك قاصره، وحين ابوي يازت لك دبي يا عثرتنا، عزت الله ابوي ما بنشوفك. انت ايش رايك تاخذ بيت تسكن في دبي؟ لا عاجل. شاك ياك بالموضوع انت؟ يا سلام يا سلام على قناة دبي، قناة دبي، هذا قناة سما دبي. شو بتراويني؟ اي بيض؟ هذا منو زي شغلة شو؟ شل يديه؟ منو يسوي كيك؟ هذا انت؟ ما تعرف؟ هاي بابا قول والله مامي يا مامي يا ملا. ها لا لا أيوة ما شاء الله على صلاح تسوي بيض. إيه ها بريح يارك. يا سلام يا سلام، منو كلع عاد هالصواط؟ ما أنا. ما أكلت أنت؟ لا. ها أدريبك فادك فادك حي. أنت بتأكل صواط؟ نوين صواط؟ قبض قبض قبض. كل نبوي تخبر يبون طريقة الكباب، طريقة الكباب صورت لكم هاك اليوم، قالوا أن ما حطيتها في اليوتيوب. أنا حاطنها في اليوتيوب يا غير، ترديت توني دورت ما لقيت. إنزين شو حينه طريقة؟ طحين. طحين رقم واحد. طحين. تنين فنجان سكر. هي. وفنجان زيت. هي. تنين بيض. هي. هذا حشوة ملاك الميدو باودر وشوية هيل باودر. إنزين. وهذا حشوة وهذا. حشوة صغيرونة خميرة. هذا حشوة. هي صغيرونة. او اميرا وهذا شوغا وبيكنج باودر وهذا شوغا جفران وجفران باودر هذا. انزين انزين. وماي كم؟ قوطي وربع. قوطي ربع هذا القوطي الخبيث هذا؟ ايوه. هذا هني كم طحينه حينه؟ قوطي قوطي. انزين قياس القوطي قوطي ربع. قوطي ربع ماي. قوطي ربع ماي. وبيضتين وخاشوقه اكل عوده شو يسمونه؟ ميدو نيدو وقناد وهذا زيت فنيال. أيوة. فنيال زيت زيت اي شو زيت بلدي مال الدكان يعني. زين وخاشوق وفنيالين شكر اثنين. زين وخاشوقه صغيرونه خميره وخاشون خاشون خاشوقه بيكنج بودر. ايوه. وزعفران نمونتين طحين ومطحون وهذا. زين يلا يلا بسرعه عاد. كل هذه مع عباس على دباس. والزيت متى؟ يلا بسرعة عاد تحرك. الماء الماي ما ينصب برا وحده عسب ما يتفلفص العينه. حطون على دفعات. وهاي هان متراخه. ما تشرحها في الماكينه اخير؟ اخر اخر شيء في الماكينه. ايوه. اه هذا اول بادي هالنمون عقب يحطونه ضيف الماكينه كنا انت تشوفون ايش جاي. يلا خلص عاد ابي خلص هذا مال الاسنان. ايوه انا ما شفته. هاي ضروري لنثيبه اللي هي الحلوه. يلا يلا خلص. اهم شيء في الخلطه كلها لنثيبه.
لمثيبة غدي غدي ريحة الكباب روحه لهنمون، لكن لازم نعيم انعم ما يكون. يعني فوق المكونات هاك اللي عديناها انت رمثيبه. عديت تمسه على حد خلاف يقول لي بعد سجل واكتب وما ادري شو، يلا خلص انت. يا ربي يلا يلا. يلا. يخلص. لازم نشرف المكتينة هنمون. اخير يعني نحن تين خدمه. اللي غير ما يندرابهم عاد على هواهم. خلص هذا حفيظ ترى هذا سناب بسرعه ياخذ تيم. حسب كان فيه فلفيصه ولا شياته تخوز. يلا عاد بسرعه يي المنهتر انت. خلص يلا بس عاد بس بس صبوا بي. هذا فوق هذا هو كله. كم تيم تخلي حينه؟ نص ساعة. نص ساعة تخليه في الظلة؟ لازم تخلي على يم. لفوا بقرطاسة تخلي وين؟ على يم بقى؟ بس خلي عليه. هذا يتم حينه كم تيم حفيظ؟ نص ساعة ولا 40 دقيقة. زين حينه نحن ترى هناك معيون وزاهب وكذا ابتدينا في الخدمة وحين يودناها هذا 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 نمون. لازم الكباب اللي انا اقول لكم عنه اللي محرقه اطرافه، لازم اطرافه محرقه محمره الاطراف. هذا الكباب الاولي الخدمه الاوليه ها، وريحته تضرب في خمره الراس. لازم اطرافه محرقه، لازم اطرافه محرقه والقرص حمر والشؤفه على ما قالوا المصريين. ها تقولون ما قلت لكم. يلا يلا حفيظ يلا يلا بنصب لهم قرصين ثلاث بسير عندي لك 600 شغل. وريحة تشدخ. هذا القرص الأولي. أيوة يلا. لازم ثلاث تاوات. عاد الإنسان على حسب حركته. لازم الطباخ المتمكن يحط ثلاث تاوات. حين لبيي يبون بسرعة يذهب سامانهم. لبيون فوال ولا شياته. يبون هالساعة يتقهون ولا ييهم الخبز حار. كان بيسوون أربع قروص. قرص 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 قرص. بياخذ وقت. على ما تشوفون. وهذا هذه الدهنة ولازم بخوصة كان حق محلة ولا كباب ولا خمير. ها. لازم هتقطيل. أيوة هذا كيف تعرف انه خلص؟ ذهب القرص حف من فوق. ها. يلا 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 من يحمر أطراف القرص تحمر. من تحمر أطرافه معناته نظيم وراء. يجلبونه ويه واحد ما يصير يجولبون فيه شرق وغرب. مفروض حفيظ تستعمل عين هاي اللي في النصيفة. الحين هذا بعيد عن التصوير. يا ربي العذاب. ذهب اشوف. يا سلام يلا يلا يلا. والثاني والثالث خلص. هاي تسعة يوم بتحط حق اللي ممكن بتحط فوالة حق الحرمات. لازم يكون الخبز حار هاي تسعة. يلا 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 انقفض. ايوه يا رك الله يا حفير يا رك الله. لا عصمت يمناك. وعاد والريحه حدث ولا حرج. ثانك يو حفير. شكرا. ترى هاي اخر ودي بخدم بخلي يخدموا لكم. عيست كل ودي نصور وتقولون ماشي نصور تقولون ماشي. لا الحين بنزل اليوم في اليوتيوب غير ماشي. بنكتب عداله كباب. طرف ابوي الغدا هذا اليوم غداي ارفعها شوفها. هاي هي الامسيه اللي خبرتكم عنها النص. شوف يوم اقول لكم لازم تنحط تنفرك بملح وكركم ولازم مشخله اساس يصب ما فضل عنها السمكه ايا كان يصب في مشخله. من المشخله يقطر في لقم من غير. شو السبب؟ لانك اذا حطيت هاي سيده داخل لقم السمكه ولا اللحمه ولا الدياي داخل لقم يعني بيازم اللي ما فضل عن القاطر يتم مكانه تازم للحمه ولا السمكه ومودينه مكانها. فلازم تحطه اول شيء في مشخله ومكان مرتفع فالخياس يصب. الله يعزمك يا سامعين روحه
لسهتش والزفرة وانهكت الودام يطيح داخل. فلا تشوف على ما تشوف لا تهوس العين هاي خلابة تشوف من لاعبها ملاعب. يلا زين خب سوي مشوي داخل هذا كان شرفت لك اليوم. هاش عندك تعالي تعالي ايش عندك صدي جاي. السلام عليكم هاو ار يو. اقولكم تعال جاي تعال مكران تعال تعال يلس تعب رمسك يلس يلس. السلام عليكم. عليك اصبر حب انت رمسي حقك. اقولكم اللي منكم الحين ممكن فيها هبه ريح حتى حد من العرب تهلعوا على الشباب لان حاط وطلبوا منه حد من العرب الله يستر عليهم. اقولكم اللي ممكن فيها هبه ريح تسجل الطريقه والمقادير وتطرش لي اياها واتساب سناب شات هالنمونه بسوي عليها كابتشر بنزلها للمتابعين. وايدين حد من العرب قالوا والله نحن ما نفتهم حق رمسة بشكارك. زين ليه منكم ما افتهم؟ اللي يفتهم منكم يكتبه في ورقه ويطرشه لو سمحتوا. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. ماي انا شغل ماي. انزين ما عليه خلص اقول لك ليش انا زاقر منك؟ زاقر منك حسب شيء والله نسيت. نسيت بكره. ها؟ اليوم نسيت بكره. اليوم شيء سناب لو ما شيء سناب؟ هي في سناب. يلا برايك يلا. أبوي التصوير هذا مال لبنان مبنى مال الحينة هذا قبل ما يستوي المنع قبل أظني 3 سنين لو 4 سنين بعد ما استوى المنع قبل ما يستوي المنع أظني 3 شهور لو 5 شهور كانت سيرتي ويا لبنان وسكننا في برمانة. طمانة في قصر وعلم وخبر شو بقولكم يا عرب يعني الله يحفظهم. انزين والبيت هذا عمته ماخوذ من الستينات هذا القصر اللي هم اللي انا صورت لكم المنظر هذا منه وعدانا جنبلاط ومنبلاط وما ادري منو شيوخ لبنان كلهم مياوريننا. انزين صورت لكم عاده قبل يوم الدنيا قاحله وعقب يوم صب المطر ونهار ثاني يوم التاصت الدنيا ثلج هذا كله في 5 ايام سبحان الله. وتذكرت عاد قلت اربيكم اللي انا شفته شيء عيبني ويازلي وصورت لكم. ان شاء الله تهدى الامور ابوي في لبنان وتسمح لنا الدول ونسير لبنان وغير لبنان. ها اظني حد من الليداد يقولوا لي ليش ما تغمس بالخبز او بالروتي؟ ابوي في حال انك بغيت تغمس الخبز يبالك حق الصحين هذا اللي انا اكلت منه اللي اكلت فيه يعني يبالك 5 لو 6 روتيات اللي هي توست يبقى 5 حبات يلا يلا تروم تكمل هذا. فلذلك تاكل حبة وحدة وتاكلها لك بالخاشوقة كل خاشوقة من هالمتان تاكل عليها قرمة وحدة لان هذا في كل الاحوال عين بيصير وبيربض في شبدك وبيازم كأنك ماكل بويص ولا دلقومة نورة ولا سميت يازم يصص في بطنك الطحين. فلذلك تاكل بوي شيء بسيط عن خاطرك والتاكل اللي اكثر فيه فايده هو البروتين. البروتين هو اللي فيه الفايده موجود في البقوليات في العدس في الفول ما تشوف المصاروه لحم الفقير يسمونه الفول الفايده اللي فيه اكثر عن اللحم. زين اقول لكم بعد شيء اخبار ان شاء الله في خلال 2 3 ايام بتسوي لي سيرتين سير منهن الصور صور ونزوه وبهله وعبري وضنج هل بقع كلها وانا ساير سير واحدة جدا صور انزين والسير الثاني صور وراس الحد ومصيره ها كلهم بسير لهم قريب ان شاء الله في خلال 2 3 ايام شويه من يعتدل الجو شويه الحين عندهم وهي شويه من تخف الرطوبه والحروره ان شاء الله اني بسير. هذه سير واحدة والسير الثاني الله يحفظكم جدا خصب روس ليبان جدا خصب واليادي ومدحه وقمضه وتيبات وكل هالبقى حيت بسير لها بعد ان شاء الله في خلال الشهر الجاي بتغدي سيرة رقم 1 مسوي الترتيبات والعلم والخبر. بس بغيت أخبركم عن المعلومة عن حد يصير قبلي من اللي يسمونه ويقول والله نحن حد سرنا يصير والله من هاي الملاجيف اللي يحبون التقليد يقولون والله نحن سرنا وعقب ساروا. لا أبوي أنا ما أصير عقب حد كل البلادين هاي اللي حد من العرب سار لهن ساري لهن إلا أبوي عقبي أنا ما حد سار قبلي منهم هالي بالي بالكم ما سار ابوي عقب هاي قبل سايرين اللي عقب يلا ما الله.
عليك يا ابو محمد، ايش حالك؟ ايش حال العيال؟ هذا الحين شو وقتنا على لبنان؟ احنا لبنان من زمان نبي نسير له، واليوم يوم شفنا الصور وشفنا الزين هذا كله، ان شاء الله ان شاء الله يوم الاثنين ولا الثلاثة بكون هناك. اللي قالوا لنا ممنوع حد يسير، ولا هو بالحين ممنوع؟ كان ما شفتنا هني ياسين، كان شفتنا ياسين هناك. يا مرحبا يا خالد، يا مرحبا. انا قلت عاد يوم شفت الصور الحين هذه خلاص قلت انا بروح لبنان ان شاء الله اذا مسموح، والحين نبي الخبر من عندك انت كان مسموح ان شاء الله نهار الاثنين رايحين مني. يوم ثاني لب مسموح ولا شيات ولا تحمليني ابوي مسؤولية ما في بيعقوني السجن، ابوي ممنوع ممنوع شار دار عليها البلاد هاي حملة. يوم ثاني دخيل والديك ما في على المصايب، انا بنزل حالة من زمان من زمان من زمان على ما قال متوصف، كنت يوم انا بنت الاول هاي الصور قديمة، هذا وصف ترى يتوصفوا به، كنت يوم انا بنت وصف يتوصفوا به يعني يضربه الوصوف، يعني كان زمان على ما قالوا المصريين. زين يلا برايكم عاد. هذا ابوي ام ثاني هب تقولين ما قلت لك تصيري تحجزي اصلا الطيران ما بيركبونكم، ممنوع ما حد يصير لبنان، ونازلين منزلين في الجرايد. انا ايش اللي خلاني اصور لكم اليوم؟ ما يسوى لك السبب. يعني الله يحفظك. ام ثاني سلمي على الصغار قبل الكبار، لا خليت منك، سلمي سلمي مايا، يعني الله يحفظكم. بشيرك اليوم بضوي ان شاء الله من عقب عرس من عقب العرس اليوم بضوي شويهات، بسير البحر باكر ابوي البحر طايح صلاني غير نمونه. حمانه عندنا هناك وفالوغه هذيك المكان اللي عدال برمانه ولا عدال ابو حمدون ولا عدال هناك واليبال هناك المكان الزين. يا ربي يوم ثاني لازم تتويد تتويد وتتغمض على لبنان وايام لبنان، الله بيعودها ان شاء الله يوم ثاني، الله سبحانه وتعالى قادر انه يعود هاي الايام اخير عن قبل، وان شاء الله انها بتعود، ان شاء الله انها بتعود وكل شيء بيستوي، شرط الاول واخير. ولا لبنان يا بوش وين تنعاف؟ حصلت لبنان كل البلادين اللي من غير تغدي صفر على الشمال ما عدا عادها نيوزيلند، عاد نيوزيلند هاي تبويه قطعه من الجنه وفي الارض، اللهم لك الحمد. يلا يعلكم في دعاه الله. اقول لكم طريقه التحضير وطريقه والمقادير نزلناها ريال من هالعيمان حرمه الله اعلم، سويت الورقه ونزلت لكم اياها. يا غير لو حد من منكم ما شاء الله انتم متابعين وايدين، منكم اذا حد بيعرف يسوي فيديو صغيروني طريقه التحضير وطريقه الخبز، الخباز مره واحده في فيديو صغيروني يكون يقل اقل عن دقيقه 59 ثانيه حق الروم ننزله في الجروبات حق العربي تستفيد منه يعني، وبارك الله فيكم. يطرش لي على الواتساب، يطرش على الواتساب هذا اللي هو 001 لا 002 0 8 مرات 1 25، هذا الواتساب الدولي، فأي حد عنده شيء فيديو ولا أي شيء يبي يندبه ويباله للعرض حق العرب تستفيد منه، شفته أنا ولقطته زين بنزله في الحساب. زين المراد لا تنسوا اللي قلت لكم. زين يتسوى الفيديو ويطرش على الواتساب يكون أنزله هنا لحد يطلبوا ولا شيات، وايدين اللي يبون فقراء من هالكويت من هالبحرين من هالسعودية، العرب هاي لكن اللي هناك إن شاء الله تعود المياه إلى مجاريها. هاي على الله يحفظكم صورة حصرية الحين تو نزلتكم إياها في السعديات ملتقطة. ها صورة معرسنا ناصر ولد محمد بن عمير بن يوسف اللي قلت لكم العرس اليوم، العرس الولايتي عرس الموسم، هذا هو يتوسط ما شاء الله هو مع أبوه المعرس ناصر ولد محمد ولد عمير بن يوسف ويا أبوه محمد بن عمير بن يوسف، الباجين عاده ما يبى أحد يرمس ما الرمس ابوي وجهه ويا المعازيب الكبار، احدى الصوره التقطت مع المعازيب الكبار مره، يعني الله يحفظهم يديم عليهم السعد والسرور وين ما يجبلون يا رب العالمين، وتطول بعمارهم وتجمعهم على ما تحب وترضى، دب الحياه مدام الميورد
والرب يعبد. بارك الله فيكم، جزاكم خير ونور وسرور. ومن عقب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه وجهتي حاليا باتجاه بحفظ الله ورعايته ولمسلم الله ان شاء الله في نصح الزحمة. ما شاء الله الظاهر ان الدنيا كلها ابوي ساير وين انا ساير. ساير الله يحفظكم حفل الاستقبال اللي مسوينه سعادة محمد بن عمير بن يوسف بمناسبة زفاف أو عقد قران ولده المهندس ناصر بن محمد بن عمير بن يوسف. بيناسبوني على الله يحفظكم بياخذون بنت محمد بن عبد الله القرقاوي. بنت محمد بن عبد الله يعني المعرس من العاصمة والعروس من دبي. هاي يوم يقول لك بنت المشرق ياخذها ولد المغرب، المعرس من أبوظبي والعروس من دبي. انزيد ابو المعرس محمد بن ابو المعرس محمد بن عمير بن يوسف، محمد بن عمير بن يوسف، وابو العروس ابنه محمد بن عبد الله القرقاوي. محمد بن عبد الله يعني العروس من دبي. من حمل الاسمين نعرف نعرف النسب وين. المعرس من أبوظبي والعروس من دبي، يعني بنت المشرق ياخذها ولد المغرب، ولد المغرب ياخذ بنت المشرق. هذا حال الدنيا، ما بلازم الواحد ياخذ بنت عمه ولا بنت خاله. هو نصيب، هو نصيب. يوم الله يكتب النصيب يستوي اللي ما يستوي، لكن يوم الله يكتب نصيب والله لو بتوقف جيوش شداد بن عاد عن الشيء هذا ما يستوي، ترى ما بيستوي. ويوم الله يكتب النصيب كن فيكون، كن فيكون بلمح البصر. جود المعرسي على الله يحفظكم من طرف اللبو، من طرف اللبو عمير بن يوسف، يد المعرس عمير بن يوسف يعله الجنة ونعيمها، ويده من طرف أمه خليفة بن يوسف. شوف انتو النسب ما شاء الله سبحانك يا رب، الله وفقهم. وهم هذين بعد الله وفقهم بعد بنسب ولا أروع. الحين بخبركم، الحين بأتيكم بالقصة. انزين، ويداته من طرف اللم، من طرف يده من طرف اللم عفر المسعود، ومن طرف اللبو يده موزة بنت عبد الله بن صالح. موزة بنت عبد الله بن صالح السويدي، يعني سبحانك يا رب. ويده من طرف اللم من طرف أمه عفر المسعود. والله والنعم. شوف الله يحفظكم. أبو العروس محمد بن عبد الله القرقاوي، يوم الناس بتسمع اسم محمد بن عبد الله القرقاوي عرفت ان دبي، عرفت انك انت وصلت دبي. الشور والخبر والعلم والمشوره والراي السديد والحكمه والسياسه والتجاره، مجموع كله متجمع في مكان واحد على الله يحفظكم. انزين، ام العروس ابني، ام العروس على الله يحفظكم موزه بتيم الفلاسي، خدك انت يا محمد العبار، خدك انت يا سعاده محمد العبار. شو بعد خير عن هالنسب؟ نسب 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 على الله يسعدهم، وإن شاء الله يفرحهم ويجمعهم على ما يحب ويرضى يا رب العالمين. توفج ما بينهم وتسعدهم يا رب، وتبارك لهم وتألف ما بينهم، ويجعل إن شاء الله من نصيبهم الذرية الصالحة. فأم المعرس عاش بنت خليفة بن يوسف، وأمها مني عفرة بنت محمد المسعود أخت أحمد ورحمه وعبد الله. والله ونعم النسب. يا حافظ علي ويا حافظ ابوك على ناس بتناسبونهم من دبي، بتناسبون ابوي بنت محمد بن عبد الله القرقاوي. يسد لنا امها موز بنت يمع الفلاسي اخت سعادة محمد العبار. هذه يا ابوكم هاي الغناه بعينها، يعلى الله يتمم عليكم ويسعدكم ان شاء الله وين ما كنتم. عمومة المعرس عمومته بطي ويوسف وسعيد وأحمد وخليفة وعبد الله، عيال حياة عمير بن يوسف كلكم تعرفونهم. محب في الدنيا العودة ما يعرف عيال حياة عمير بن يوسف. عيال حياة عمير بن يوسف الله يحفظكم، بطي ويوسف وسعيد وأحمد وخليفة وعبد الله، الله يبارك فيهم يطرح فيهم البركة ويبارك لهم إن شاء الله في عرسهم يا رب العالمين. وحين عاد بنزل كل هالعرب ابتدت حينه تتوافد، يعلى الله يبارك لهم ويسعدهم. بار مسعد وياكم من داخل الحفل ان شاء الله.
شوف بريج اقول لكم زحمه بريج من تدخل جسر مصفح والمقطع لين توصل البطين الدنيا كلها فل ابوي شوارع كلها مسكره ما شاء الله تبارك الرحمن يوم قال ابوي فندق قصر الامارات ولان ابوي على حله الاسم هاي بقول لك الاسم على حله ها هذا الاستقبال هذا كل ابوي الاستقبال هذا كل اللي تشوفونه هذا الدنيا كلها الاستقبال هذا كل ابوي اللي تشوفون هذا كل الاستقبال ها هناك وين العياله زين ها كل هذا استقبال كل استقبال وهذاك الضيافه هناك عاد والاستقبال الرسمي هذا هناك الترحيب وهناك الاستقبال الرسمي شو ما شاء الله
نعمله ضروري اني اشوفك انا واصورك. جعل الله يحفظك. يا صحينا اصورك. ايش حالك لا خليت؟ الحمد لله. كيف انت؟ تباركت. الله يبارك عمرك. يعني ان شاء الله الله يطرح امين يطرح فيهم البركه. امين يالف ما بيني ويرزقهم الذريه الصالحه. امين يا رب العالمين. امين يا رب العالمين. ان شاء الله. بس خير والسلام والامن والله يوفقهم ويسعدهم يا رب العالمين. امين يا رب العالمين يحفظكم. هذه كلهم تربيتكم انتم. الله يخليك. تربيتكم لازم فيها بتكون فيها خير. الله يخليك. وفيها صلاح لكم. انتم ناس صالحين. وانتم كذلك. وانتم كذلك. الله يطول عمرك. مرحبا. شوفكم روحه يسعد. ويسر الخاطر وشوفكم نرتاح فيها يوم الله يسلمك يطول عمرك الله يحفظك. التحنيه خاصه عاده ومبارك على الله يحفظكم للوالده الغاليه موزه بنت علي الوري بمناسبه حفل زفاف حفيدتها بنت معالي الوزير محمد بن عبد الله القرقاوي. هذا اللي تشوفونه شيخ الشباب. هاي ابوك اللي يشوفه هاي يتحرونه هو المعرس. لينظرونكم يا ابوك الله لينظرونكم ان شاء الله تبارك الرحمن. اسمي شبوش اللي يبتي ريالا في خيري على الله يحفظه ويحفظه إن شاء الله أمة لا إله إلا الله أجمعين. برزوم وانا عاد مدح وان الحريم كلنا يعرف انه كيف يعني الحريم كلنا يعرف انه يعرف ان الحريم كلنا بس الحريم نعم العيايل ما يعرف قصد العيايل يعني فعلا ما شاء الله معروف لان انت تاريخ ما شاء الله الله يحفظكم ويبارك فيكم لا وتحرى بشاورك سار ابوي والله والله مليون مرحبا بابو الكمبوني العود الله يسلم مرحبا مرحبا صورته صور أكبر فوكس سويت له عمان سويت له فوكس يا ربي أكثر واحد فيهم كلهم يا رب الناس كلها طوال إلا هو غرب الله تعدوك يا أحمد ما وياه إلا الأطوال قبل سفرة. هاي قوم بالبدا لبويك كلهم سفرة اللي تشوفونهم كلهم سفرة غير هذا مصور والباقي كلهم سفرة لا هاي لاقي ورا عدمه بسفرة هذا رزترز هي هذه على الله يحفظكم سعادة السفير المغربي مساك الله بالخير سعادة السفير كيف حالك حبيبي كيف انت الله يرحم والديك يخليك ان شاء الله يطول بعماركم الله يحفظكم شرفنا بشوفك طال عمرك الله يحفظك ما شاء الله ابوي فريج كله سفراء الا سفير السودان وسفير المغرب وسفير ما شاء الله الله يطرح فيهم البركه وين ماشي سفير مصر ما شاء الله هيبه هذا الحين على خلاص الصديق الخاص
قميضة ما شفت بيها السفير المصري. يا سلام وانتوا عبارة حاضرين في العرس، اللي ما يو اللي ما حضروا العرس عبارة حضرة، شافوا العرب كلها ناس تصور واحد واثنين، وانا قابض شرف الصور ما خليت ابوي حد ما صورت كان اخيا الناس بتصور يشوفون منو اللي حاضرين، شو الاستقبال، شو العلم وياها، شو يعني تصور بس لفربهرين اللي بيصور، واللي يبيضل واللي ما يبيضل على الله يحضره. ولايتي هذا ابوي العرس الولايتي، يعني الله يبارك لهم ويسعدهم. قميضة ما شفته زين ما زين، محمد بن محمود أعطاني مقفاه، محمد بن محمود صدي جاي والله ما هو حالي أصور زين ما زين، بتخت له بس اللي منك أوي. ما لحقت عليك منك بن محمود، ما لحقت عليك منك صورتك فيديو ويسار حق العرب كلها حينة. بارك الله فيكم، جزاكم الله خير، الله يحفظكم. يوم يقول لك محد في الدنيا ما ياهم يطرون هالعرس، يوم يقول لك محد في الدنيا ما ياهم هذا يقول لك محد في الدنيا ما ياهم. ايه ما بالله حد ياهم الا مني ضويل من الخالي. لا صفوة الناس خيرة العرب، الناس كلها خير بركة. يا غير ابوي اللي يو العرس هذا يعني مميزين، تحس انهم مميزين بالقوة، ما بمميزين عادي، لا الأغلبية مميزين 99%، حتى المصورين مميزين. شوف ما شاء الله على المصورين، تباركت ولا خليت منك. الله يبارك فيك، الله يبارك لكم ان شاء الله، يفرحكم اليوم ودوم وياك ان شاء الله، دوم وياك ولا خليت منك. انت منو بالله علي؟ ابراهيم بن نادر. يا سلام يا طيبين ما نقول ريحة الطيبين. الله يحفظك يخلي ابوك ان شاء الله وياك. والله انتوا انتوا اول من ربط بين القبيسات و وقوم العبار. العبار اي نعم، نسبكم سووا دبي وابو ظبي واحد. دبي وابو ظبي واحد، متى عاد؟ قبل كم؟ تقريبا 30 سنة. اي تقريبا، اي تقريبا 30 سنة. اول نسب ابوي من من قوم العبار حق القبيسات. بس اي نعم، يعلى الله ان شاء الله. تبارك لهم ان شاء الله. هذا على الله يحفظكم فارس، ولد سهيل بن فارس اخو الوزير. اخو الوزير ابوي، هذا ابوي فخر ابن له، هو لنا كلنا ابوي، ابوي لنا كلنا والبربي كامل على الله يحفظه، والدولة كامل ابوي الوزير على الله يحفظه ويحفظ ان شاء الله من رباه. صور مبارك صياح. هذا مبارك من صياح، تعال ياي مبارك من صياح، صد ياي يا الله يبارك لكم ان شاء الله. زين محمد بن عبد الله بن شيبان. اي نعم. زين متى عديبك عاد هنا؟ شايفينك اخر مره في عرس البلقيس. عرس اي نعم. اي نعم. الله يحفظك. الله يبارك. انت ابوي؟ ما عرفني؟ لا لين الحين لا. منصور ومانع عتيبه. والله والنعم والنعم الشيخ، كيف حالك؟ الله يخليك. كيف انت؟ الله يسلمك. الله يسلمك ويحفظك ويبارك فيك، يطول بعمرك وعمر ابوك ان شاء الله، يخليك الدكتور. امين. يحفظكم. أقول لك هدية الوالد على الله يطول بعمره، سوت لنا مصيبة.
هي ولا كل حد يتخبر عنها. رشاش حد يعطي رشاش هدية؟ قالوا ليش ما طعتش لها؟ ما طعتش لي يا رجال، تحريت فيه مع شرطة ولا شيات، قلت حد يبلغ علي انه شال السلاح شله وبيعه. ما دريت انه ثمن، تحريت عادي. كيف انت؟ كيف حالك؟ الله يسلم. ميت حالك لا خليت منك.
كيف انت يا ابو حميد؟ لا خلا ولا عدم يسوى نترياك والله يا ابو حميد. يا مرحبا استاذ الصبح يا سترياك لي ساعتين. الله يطول عمرك ويسلمك يا ستخدم. اهلا مرحبا استاذ. اسمح لنا يا رسول الله. والله اسمح لنا. حالك طامرك؟ حال والد بخير صرف حالي دائما يتخبر عنك. يتخبر عنا والله العظيم دائما ولا يبنى شغلكم تسالم ومقدرين اعمالك ومسؤولياتك والله بس بالتوفيق ان شاء الله. يا مرحبا ابو عبد الخالق. يا مرحبا ابو عبد الخالق. يا مرحبا محمد شاك حبيبي كيف انت؟ الله يسلمك. ما حد تم الكمبانية الكبار ليه في الكون مش موجود. اقول لكم لو بس يباتون الليله هاي لين بالباكر باكر يعني ما حد يحضر البورصه. شو بقول لكم يعني بتدهور البورصه اربع شهور قدام لو ان هاي يباتون ما يصيرون باكر البورصه ولا حد يداوم ولا حد يصير الشغل. شو بقول لكم يستوي الكساد اربع سنين قدام. والسبب شو؟ ان الجماعه هاللي حاضرين الكمبانيه كلهم رقدوا هني موجودين يعني اليوم وباكر حد علف عليهم ولا مضت رفجه انه يباتون كلهم هني. ابوي السوق كله بيت دهور العقار بينزل والدنيا شو بتغدي الحاله حاله رب العالمين. ان شاء الله انه يريد انه من يخلص العرس كله يصير بيته. فلذلك ابوي الامور هذه طيبه. لكن لو يباتون لين بالباكر مثلا يضحي عليهم الضحى نهار ثاني باكر وهم موجودين. ابوي عرف انه دهورت البورصه في الشرق الاوسط بعدها بالله في الدوله. اي والله بورصه ابو ظبي وبورصه دبي وبورصه الشرق الاوسط بيت الدهور كله لان كل الكمبانيه كلهم موجودين. كلهم ابوي الكمبانيه موجوده موجودين في البلاد في هالصاله. ترها صاله 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 لها اول غير ما لها تالي. يعني الله يحفظك طال عمرك. محمد بن راشد الهاملي مساك الله بالخير. مساك الله بالنور. كيف حالك؟ الله يسلمك. كيف وايد ابوي خالد؟ هذه الوالده. على الله يطول بعمرها. الله يسلمك ويحفظها ان شاء الله اجمعين. طول ان شاء الله يا ربي ما زينك ما زينك يا ابو والله يا ابو والله يا ابو حميد انا ما يشبع من شوفه. ما هالرجال ما يشبع من شوفه يا ابو حميد. اي والله انا اسوي لهم جو هم الجو بكبره. الله عليك والعالم بعد وراه هي هاي ولا رباعيه. ما شاء الله العالم بعد هتي يا ربي. ابو ظبي كلها من شبه هب ابو ظبي من ابو ظبي ليله في جير. ما حد تم ابوي ما حد تم في الدنيا العوده مايه ما حد تم يعلى الله يهنيهم حيث انهم واصلين واصلون العرب كلها من جد ابوي بيت العروس وبيت المعرس كلهم واصلين. وحتى هاليتم هب اللهم لعيال حتى هاليتم واصلين حيث انهم واصلين الهالي الاهل واصلين في العيال قادي شراتهم اللي ما يشابه حل مسروق. يا سعد حظ اليوم انا كل الفنانين مصورين وياي وانا مصور وياهم. الله يسلمك. الله يبارك لكم ان شاء الله ويسعدكم اليوم ودوم ان شاء الله. يبارك فيكم. الله يبارك فيكم. يعني الله يحفظكم يا ابو حميد ييسر اموركم لكم في داعه الله. الله يسلمك. الى اللقاء هناك ان شاء الله في الجزيرة. انت رياها العزيم ترى اللي هي نعم هي نعم في الفطاير انت منني الفطاير مو متعود على بس كذي ها لازم حومه بعد. اقول لكم كمبانيه ليه في الدنيا كلهم يوم ما حد كان يسرق حاله. ان شاء الله يبلغ ان شاء الله خليت منك ان شاء الله.
ويال نعرس واخوانه وعيال امهم وعيال اخوته كلهم ما شاء الله تبارك الرحمن. يا ربي ما شاء الله عليك مطولكم وخربت علي. ما شاء الله عليك يا سيد بن عميري، على الله يحفظك يبارك فيك ولا يخلينا من هالابتسامه. ترى طايع صدق يا متحلفين لنا الصور سايقين عليه. هذا عم المعرس سيد بن عميري. من حضرت؟ مازن هبر. يا ربي انا شو قديت عدالك كني عنفوس. لا ابدا والله قديت كني عنفوس عدالك. لا ابدا حشام ابدا والله لو ولد حر عمري فنان كان قديت ابوي مره مرحبا جين عدالك خجلتنا يا لا انت الحين انت من سوريا؟ لا انا لبناني. لبناني؟ نعم. انت الحين تجيب مثلنا تجيب مولود من نعم نعم حرمه ريال نعم 100% مستشفى الكورنيش كمان والله شكلك نازل شي من السماء شي طول عمرك طول عمرك انت طبيعي يعني نعم 100% لا اشوف تلميذك انا تلميذك ولدك انا يعني الله يحفظك ولدي يحفظك ويسر امورك ان شاء الله طول عمرك حافظ اتلاقى انا عاد اكبر قمتين في الكمبنيه اكبر كمبنيه في الدنيا العوده على الله ان شاء الله ولا يفرج ما بينهم هنا شوف حتى رمسة الكمبني غير تختلف عن رمسة اي انسان عادي ما يجيك يباغ ويزاعج شي كني صاصر عمره كل كمبني تلقطه شوي شوي يوم بيرمس شكولكم الله الله لا يفرج بينهم ان شاء الله انت رد ابوي رد السلام ابوي على عبد الرحيم الهاشمي كثير السلام دم ولحم وتياورنا وياهم يوم نحن بمدينه زايد في السنين الاولانيه وياهم ويا هاليتهم رد السلام عليهم على اصغارهم قبل كبارهم ييسر امورك امورهم ان شاء الله حفظك كلهم هاي من جاي معزومين ترى المعاريس انت من ابوي يا بن غانم بالحمود والنعم وانت ابوي علي احمد بولابي والله والنعم وانت محمد احمد السويد والله والنعم حمود بن غانم بالحمود والنعم خليل بن يوسف بن خليل مليون والنعم محمد الغبرضي والله مرحبا مليون ايش حالكم شباب كيف انتم ابرك كم ساعه اشوفكم الى الله يبارك لبيه حفرهم شفناك اليوم حظي انا بشوفكم انتم لا بتشوفني كل يوم على الله يحفظكم مرحبا السلام عليك كيف حالك تباركتوا تباركتوا تباركتوا
صورة؟ ها؟ خلينا ناخذ في صورة؟ خذ صورة. حينة. منو اللي بيصور وياي منكم؟ نحن كلنا. زين شو اساميكم؟ ما اعرفكم انتم. احمد. انت شو اسمك؟ احمد. وانت؟ سعيد. وانت؟ جمعه. وانت؟ سعيد. تعال ياي. كيكيت. تعال. انت شو اسمك؟ سعيد. ايه حريت بعد. يقولوا ما بسعيد عيال. حلف سعيد. ليش احلف؟ يقولوا ما بسعيد. هاربيعك يقول ما بسعيد. سعيد ولا ما بسعيد؟ سعيد. هذا 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 ما بسعيد ولا هذا سعيد؟ هذا عبد الله سعيد. ايه شوف انت ما شاء الله عليكم. اي صف انت؟ ثاني. انزين بلاك تناوي الضارب؟ ثاني. ما بهين بعد. والله مليون مرحبا. الله يحييك. شيخ زايد بن احمد. كيف انت؟ بيهم ان شاء الله. هاك لا خليت منك. هاك زايد. كيف انت؟ الله يسلمكم ويحفظكم ان شاء الله. حينما تتلاقى السياسة مع التجارة والثقافة في آن واحد سطر واحد ثقافة وتجارة وسياسة شو بقولكم ومشيخة ودبلوماسية كل شيء متيمن. الله يبارك فيك دكتور.
يعني الله يحفظكم يا ابو راشد الله يفجر خير الله يطول عمرك الله يحفظك ريان انا يعني ما ابغى اضايقه لان نفسيا هاليوم متاثر شويه قلت اطول لا بنعطيك وايد اخبار لان احنا سايرين فرحتك يعلكم بداية الله يا ابو راشد الله يحفظكم قولوا لي ما تصور للكمبانية عايش أباهم الفجرية أصورها ما بصور أبوي للكمبانية الفجرية أبوي ما حد يشاهدها لو هم أبوي لقمة ما سميت عليها الفجرية فجرية ناس تبقى أفراقهم الفجرية والله صور الفجرية شباهم أخبار عنك هي صدق لو كذب ماخذ ثلاث حريمة وأنك صدق صدق رواعي وين صدق. مالات وين شارك بالغرب ثلاث الشرق والغرب ما شاء الله عليك ما شاء الله عليك كلام ما في لا لا وحده انا بس علي حالك الشاعر كيف حالك والله بخير يا خالد رنحم من سنين يوم انت صغير لا بدي نزايد ولا اكبر عنك انت لاقى شتى وانت لاقى ربع اليوم شتى والتقينا هني في ذا المكان الطيب في ذا العرش الطيب عرش ناصر ولد محمد بن عمير المهيري الله ان شاء الله يبارك له ويفرحه وتبارك له بشوفك اليوم انت وينك انت دوما انشد عنك انا حتى خبرت في هذه قلت ابوي يدقني وهات لي طرش لي ارقامه موجود 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 يعني في الوجود تحت اللمر تغني لك العنود يحب انك البيض والسود لا السود معذب يعني والله انا ما بعنصر خالد صيد وادينا حلال يا خير عاد ما فيه ويعني خالد والله اني اتابعك لبيك حايف منها اتابعك في ذمتي مسجاتك برامجك الحلوة ليه تديها في السناب أنها رقم واحد في ذمتي العين ما تبكي الله يعلي ما خرمك الجنة وانت كذلك يخليك أمين يا طويل الله لا قطعنا مواصلة أمين إن شاء الله الحمد لله أنك بخير أنا بخير يوم انت بخير لا أنت أبويا لا أنت عظمك قوي تعشي منه باري على البلبوش يلا اليوم الدنيا دنيا حتى توك مبرد والتمر الفرع عمود الأرض كلته هناك وبعت قناك يقول حيشوفك يا خالد وشوفك سنين ومنين ما شفناك الله بيلاجي أيام مدينة زايد اليوم إن شاء الله والحين في المشرف يعني الخير عليك يا شرف مرحبا حبيبي مرحبا يا خالد خلنا نتواصل مرحبا زين انت منو بالله عليك مكتوم بن جمال بن مسلم مزروع والله ونعم يدك مني يدتي بنت غانم هي على الله يطول عمرها عمرك طويل تحياتنا لك يا بنت غانم عبر الاثير من هالفرح ومن هالعرس الفنان الفال ان شاء الله الاحفاد احفادك يا بنت غانم حبيبي تسمع حينه تسمع شوفه على الخط مباشره نعم على الله يطول عمرها ابوي كل اللي شفتهم في شفه وانت في شفه حبيبي يا خالد ابرك كم ساعه اشوفك يا خالد انت غالي وانت اغلى الله سبحانه وتعالى اللي يعلم قدرك حبيبي من متفارقين يوم كنا في عمان في عمان مراجيب الفهود كنا هي مراجيب اسمه مراجيب الفهود المكان هذا مخيب يا ربي مصعب الاسم حبيبي ايش حالك والله فرصه نشوفناك ابرك كم ساعه الله يحفظك يعني متابعك دائما طال عمرك وانا بعد لي الشرف انك تتابعني لا والله الله يحفظك ما خلو منك ولا من اسمك لك مكان عند كل العرب حبيبي في الشرق الاوسط كامل وين ما اسير فيديوهاتك وسناباتك والاشياء اللي تسويها مقاطعك الناس كلها عايشه عليها ما بالله تسمعها وتمر عليها مرور الكرام حبيبي انت انسان تختلف عن كل حد في السوشيال ميديا ما يبغي الكلام 100% بلي ما شيء واحد اثنين تعب احبك بعد وحده يا رب حبيبي رد السلام على كل من عز عليك لا خليتك يا هداه الله لا ترجل لا 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 لازم اصورك احمد الشفاح حبيبي لازم اصورك الرمسه اللي من قبل ما ظهرت ما اروم اقول الرمسه هذه هذا تسجيلك انت ما اروم اسجل شيء شحالك لا خليت الله يسلمك يا مرحبا يا مرحبا انا والله سعدت يوم شفتك وانا ميتو
الله يحفظك الله يحفظك الله يحفظك. بس بصراحة ييك هاي ديني عند الجماعة ونلتقي معاك شيء كبير. الحمد لله محظوظين بكم. أنا محظوظ إني يعني الداعي ولبيت الدعوة. الله يحفظك الله يحفظك يبارك فيك يطول بعماركم ولا يقطعنا إن شاء الله من هالتواصل. شوف ايش قال يوم النسب يستوي بين العاصمة وشقيقتها. ما نخص. شفت قايل؟ نحن نباك على الغداء. عيوني عليك سالم. اليمنى قبل يسرى. عليك سالم. الله لا خلاص منكم. بوقت ما بغيت. ما؟ على ما تشهدوني الحضور كلكم. الرجال ترى ابوي عازمني. وانا ابوي قبل تعزيمه. احنا هالجميرة ما لنا لحق. ما يهم انا ما بلى صالونة عومة. بس هذا هو. تم. عرفت يوم اقول لكم عرس لا صار ولا استوى شراته؟ عرس كمبنية ما بالكمبنية اللي توهم استوى كمبنية، لا ها كمبنية من استوت الدنيا قبل النفط وقبل البترول وقبل العلم والخبر هذا كله. شفتوا اللي يطرونهم يقولون عنهم تيار؟ شيء فرق ترى بين التيار وبين اللي استتيروا. تيار هاي اللي منبونهم من استووا يدانهم طواويش وهالمحامل وهالبالخشب وسراد اللي في البحر وراعين هالخير وهالمخازن وهالبخاخير وهالدنيا كلها. هاي اللي من الأصل يسمونهم تيار. يقول لك والله فلان ها بعمل تيار، لا ها توه مستتير توه مبرج توه شايف الدنيا هذه كلها. في منهم اللي استتيروا مشوا بما يرضي الله، وفي منهم ينوا ما يعرفون شرق من الغرب حاليا. والله يستر عليهم والله ان شاء الله يحفظهم. يا غير اللي انا اطريهم اللي من استوت الدنيا تيار باخلاقهم، ما بتيار بس ببيزات، لا متجامع الدين بالاخلاق بالثقافة بالعلم بالأصل بالجاه بالسمعة بالكرم ميال السم طلقة علمهم صدقاتهم صدقات يحججون العرب يودونهم العمرة كل خير في الدنيا هم يسوونه مخلف عليهم. حياة عمير هنمونه يسوي عليه جنة، حياة عمير هنمونه يسوي. فلذلك ظهروا العيال شراتهم. ما سمعتوا انتوا حد منهم؟ سمعتوا حد مسوي بندليج ولا صدع ولا ديانه من العيال اللي اول ما استوت الدنيا ومن العيال حتى الصغار من اكبر واحد لين اصغر واحد ماشيين سيد على الصراط المستقيم بامكانهم يسوون الدنيا كلها؟ غير تربيه حياه عمير وتربيه انت يا موزه هنمون ظهروا العيال. شفتوهم ما ييك منهم إلا ذرور المسج وحتاتهم ورد، حتاتهم ورد طيب وأخلاق وكرم ويود وسمعة طيبة. يا الله إن شاء الله وكل هالعرب اللهم لك الحمد فيها خير وبركة. يا غير أنا اللي أعرفه عن قرب بطريه، واللي أعرفه من بعد تراني أطريه حال حال العرب، ما يكون أطريه بتركيز لأني ما بيني وبين هالي يتمهم معرفة هاي، لا من يوم نحن يا هالضربة من يوم أنا في الصف الأول ويا العيال لين صف السادس عقب تخالف المراد. الله يتمم عليهم بخير ويهنيهم ويسعدهم ويبارك لهم ان شاء الله في فرحهم ويعلى الفرح ان شاء الله، ما يفارج بيوتهم ولا يفارج مكانهم ويعلى السرور ان شاء الله ثوبهم وملبوسهم هم وأمة محمد اجمعين يا رب العالمين. يلا استودعكم الله والى اللقاء. يعلى الله يحفظكم. حين هنا بسري شويهات البحر. ان شفت شيء هناك في البحر شيء يرجى تصوير في الليل صورت، اما شيء ولا ترى باكر ظهرتنا الصبح صباح ان شاء الله. انت مشى وحده هنتين لين عيننا الله خير. يوميه البيت ولان هذا ميوب جدامي عسل تركي طبيعي مكتوب عليه، حد جايب لنا مندوب وحطوه البيت. هاي خويشي جات كل خاشوقة على ما تشوفونها فيها عسل من الخلفة. ها برويكم ايش قالها. يلا عادة
وهذا عنوان هذا هو العسل. عسل تركي طبيعي خاشوقه بخاشوقه بدل واحد يعني ما ياخذ غرشة كم كبرها ولا شيات اظني على هالنمونه مكتوب عليه من فوائد عسل عسل صنوبر عسل صنوبر هذا ابوي عنوانهم وهذا علمها اخبارهم. جزاهم الله خير مشكورين علي ابوهم.